هذا المحل مع الأسطورة، هذا هو المحل. هن العبايات من تبتدئ من الأسعار من 35 وما فوق. شوفوا هذه الزنقة ما شاء الله، أول مرة نجي نصور لكم في الشميشة. هذا المحل اللي ديما كنصور لكم اسمه الحمودي، هذا محل ديال الأطفال الصغار. بصولي تعال، هذا المحل جا جنب محل حمودي اللي دائما كنشاركوا معاكم. شوفوا بالنسبه للحجاج اللي يجي الحج ان شاء الله، عامين تجيو تقضيو الاغراض ديالكم. شوفوا ما شاء الله من اكبر محلات الله. وبالنسبه حتى الملابس للاطفال ديال ولادي كذلك عنده. هنا اسعار كم؟ وبالنسبه اللي جاو قالك من طرف ام فيصل سعر خاص ان شاء الله. محل كبير ها، شوفوا ما شاء الله هانتو كل شيء موجود. تبغون قصير طويل ولادي مواليد كل شيء. شوفوا حتى اللبس الباكستاني عندهم، شوفوا من 50 ريال هذا اللبس الباكستاني. شفتوا ما شاء الله، شوفوا هذه الموديلات تجي طويلة. دابا ما شاء الله احنا داخلين في الصيف، لا في المغرب ولا في السعودية. شوفوا ما شاء الله انتو هاد شوفوا ما شاء الله. هنا كم؟ برا عليك انت جا من طرفك احسب له من 60 يعني. شركة بيبي. شوفوا ما شاء الله، مو اي شركة، شركة بيبي قماش روز. شوف خامة روز شركة بيبي تجنن هذه. شوفوا ما شاء الله، اللي يجي من طرفك لا خصم. ورينا هذه، ورينا هذه، هذه ايوه اللي يجي من طرفك لا خصم عليها. الله يعطيك العافيه. شوفوا ما شاء الله لهم خاصه. شوفوا جبت لكم ارواب تجنن. شوفوا من تحت كيف، شوفوا تبارك الله. يقول هذا القماش روز يعني خامه، يعني شي حاجه زوينه. شو لو بغيتوا تقدروا تنقصوا راه لون واحد تقدروا تنقصوا بالنسبه للطول. هانتوا شوفوا النقشه، هتشوف فينا فين يبانوا المخاوي تجنن. وهذه جلابيه ديال القب بالنسبه للناس ديال المغرب زوينه. شوفوا القب خامه ايش؟ زبده. شوفوا زبده زبده زبده. شوفوا ما شاء الله قماش زبده، قماش رطيطب. كيف خالتي هذا القماش كيف جاك؟ برد. شوف درجة أولى زبدة. بالنسبة معايا أم من أمهاتي المغربيات أعطاتكم باسم القماش هذا. لو جات من طرف أم فيصل لا خصم عليه. الله يعطيك العافية. شفتوا كيف؟ كم تمن إن شاء الله؟ شوف في 6 إكس 5 إكس كله، في من سمول إلى 6 إكس 7 إكس. ما شاء الله ما شاء الله كيوت. مقابل مع محل نورة، وهذا هو المحل اللي صورت لكم أندلس ملابس الجاهزة. شوفوا ما شاء الله كل شيء عندي. وما شاء الله محلات بزاف. شوف تبارك الله، والمحل ديال اللي دائما كنشارك معاكم ديال ابو ناجي، هذا جلابيات ديال الصلاه. شوفوا ما شاء الله. والبخور اشتريتي؟ لا مازال. هذا المحل فيه هذا وفيه هذا. بالنسبه للناس اللي كيبغوا البخور هانتو في العتيبيه في هذا المحل، جا جنب المحل ديال الشراشه في الصلاه. وهاد الزنقه مقابله مع بروس تفروج كما كتشوفوا. شتو هذا بروس تفروج جا على الشارع العام في هذا المحل، هو كيبيع البخور وفيه هذا وفيه هاد الزنقه كما كتشوفوا. ما شاء الله هذا عود ملكي، شمينا هذا وهذا، صراحه ريحتهم حلوه. بس هادو انا ما شميتهم يعني ما اقدر اعطيكم رايي فيهم. وبالنسبه اللي يجي يشتري من عنده ترى يشعل لكم الفحم وتشموا، اذا عجبكم تشتروا من عنده. هذا هو المحل. شوفوا ما شاء الله. هو العود كم عندك الجرام؟ والله على حسب النوعيه، في المروكي في الحماري في الفراشه اسعارها حلوه. اي احد بيجي من طرفك ما عليك. الله يعطيك العافيه. بالنسبه اللي يجي راه يقول لك من طرف ام فيصل باش تكون تعرف انه المتابعين. شوفوا ما شاء الله.
50 ريال، ثلاثة ب50 ريال، ثلاثة حبات ب50 ريال. شوفوا ما شاء الله عرض ثلاثة حبات من 50 ريال، من أي نوع، مسك الليل، مسك الشوق، مسك التوت، يعني أي شيء، ثلاثة حبات تختاروا اللي تبغون من 50 ريال. شوفوا ما شاء الله، هنا الحبة من 10 ريال. شوفوا ما شاء الله، مسك العشاق، مسك النواعم من 10 ريال. طهارة عندهم الصغيرة بكم؟ هنا 10، وهنا 20، 30، وعندنا على الخصم عليهم ما شاء الله. المهم هذا هو المحل اللي قلت لكم، رجف في سوق الاعتيبية، وهذا الثاني وهذا الثالث. شوف كما كتشوفوا ما شاء الله، قيصارية تجنن، يعني لو دخلتوا لها تحسوا بنفسكم في درب 16 بوع. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذا المحل توا كيبيع هادشي ديال العطورات، نفس اللي صورت لكم دحين، جا مقابل مع بروس تفرج. شوفوا اخوت، وكذلك حدا المحل بديل الذهب اللي تنشارك معاكم. شو اسم المحل؟ عنبر العود. شوفوا هنا ما شاء الله، هانتم قوي يجي هوليك هوليك وين ال شوف صديقي العزيز، معليش قول لي اسمع كم ما تبين؟ 10 20. هاد صغيره بكم؟ 10 ب10 هاد تاع 20 20 على حسب 25. شوفوا ما شاء الله اسعاره مناسبه هاد السيد، شتو هانتم شوفوا عنده بالمسك، عنده بال ما يحب ما يحب في عندك رواح. شوفوا هذه كلها في من 10 20 30. شوفوا هنا من 20 و30 ب50 ريال، عرض خاص. المهم المحل مقابل مع بروس تفروج، وتعالين ندخلوا العطار. وهذا العطار اللي دائما كنتقدم عنده، كما كتشوفوا ما شاء الله عنده زحمه، يكون عنده الزيت ديال اللي عندهم عرق نسا، ياك سميتو عرق نسا؟ عرق نسا. شوفوا هذا الدهن، الدهن النعام مزيان ليها. شوفوا هذا مش الاصلي وهذا الاصلي، شفتوا الاصلي؟ هذا الاصلي اللي شي حاجه زوينه، غنصور لكم عد من تلقاوها في سوق العتيبيه. وهنا كما كتشوفوا بالنسبه للناس اللي كيبغوا الزيوت ديال الشعر، اي زيت تبغوه تلقوه عنده. شوفوا هذا الزيت ديال الحيه، اعوذ بالله والله ما نقدر نحطه في شعري، تخيلوا. زيت ديال المرميه، زيت ديال الكركم، المهم جميع الزيوت تلقوها في هذا المحل. شوفوا ما شاء الله، زيت ديال العنب، بذور العنب، حبه السوداء، حق البصل اللي تبغون زي ما قلت لكم. شوفوا طيب هنا الاسعار كم يا اخي؟ على 15 من 15 ريال. وهذا دبر املة؟ دبر املة فيه ب20، 15 10. شوفوا ما شاء الله، فيه الكبير فيه الصغير. شوفوا ما شاء الله عنده منتجات، شوفوا انواع الزيوت اللي تلقون، زيت القطران، قطران، كل شيء ما شاء الله عندهم. شوفوا هنا في هاد الزيت هو زوين، كلها زويت. شوفوا هاد الزيوت اللي فوق تجنن. بالنسبة لهاد العطار في سوق العتيبية تاعنا، دخلت بين السوق العتيبية والكعكية. شوفوا ما شاء الله كاع الزيوت عندهم. وبالنسبة لهذا زيت الحبة السوداء، شتو ما شاء الله هانتوما. وهاد الشيرة مزيان ديال الظهر، البرودة، شي كله زوين. شوفوا هاد الشي، وهاد الزيوت هي زوينة، شتو تلقاها في الصيدلية، تلقاها هاد العطار. وهاد العطار كيبيع كما قلت لكم داك الشي أصلي، هادي كلها زيوت. شوفوا شوفوا ما شاء الله. شوفوا بالنسبة لي عندهم الحاق في الكتاف ولي الطبيب هذا زوين بالحبة السوداء، شتو شوفوا ما شاء الله. هانتم البخور، جميع البخور تجيون عدو تلقوه. هانتم شوفوا عطار جا جنب المحل اللي كنشارك معكم دائما، اللي عند محل بديل الذهب ومقابل مع بروس تفروج على الشارع العام. شوفوا ما شاء الله،
خذي هذا، شوف كم حبات. هذا زوين ديال تنظيف الوجه البشره، النيله، كل شيء ما شاء الله. اللي المغربيات في السعوديه انتم راه جابوا لكم الصابون المغربي ديال المغرب، انتم في بالنيله بالنسبة لبنات السعوديه انتم. شوفوا ما شاء الله هذا كامل من 10 ريال.